لنقاش الملف الفلسطيني ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. ما تفاصيل حادثة مقتل الشاب الفلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في القدس بعد محاولتهما طعن جندي صهيوني؟ نعم، الأخبار الأخيرة تؤكد إشهاد الفتيين اللذين قاما بعملية طعن لأحد الجنود الصهاينة وأصابوه إصابة طفيفة في القدس المحتلة بالقرب من باب السلسلة. الشهيدين الطفلين نسيم كافح أبو رومي وحمودي خضر الشيخ من العزارية شرق القدس المحتلة قاما بتنفيذ عملية طعن، أصيب خلالها أحد الجنود الصهاينة إصابة طفيفة، وأثناء إطلاق النار على الطفلين أصيب أحد حراس المسجد الأقصى المبارك بجراح في الفخذ، وكذلك اعتقل وأصيب العشرات خلال مواجهات عنيفة اندلعت في المنطقة. وأيضا الآن نتحدث عن مواجهات أيضا في منطقة أبو ديس المحاذية للعزرية، مسقط رأس الشهيدين اللذين سقطا برصاص الاحتلال. الاحتلال الإسرائيلي منع سيارات الإسعاف لمدة ساعة كاملة من الاقتراب من الحدث، وبقي الشهيدين ينزفان حتى تم انتهاء الدماء من أجسادهم إلى أن يلتقيا شهداء عند ربهم. هذه العنصرية الإسرائيلية الممارسة بحق الفلسطينيين اليوم كانت شاهد جديد على الجريمة المستمرة. من جهة أخرى تستمر قوات الاحتلال في التضييق على المصلين وإخراجهم من الأقصى، كيف يفسر هذا التزايد في انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى في الآونة الأخيرة؟ الخطير الذي تقوم به قوات الاحتلال هو تكرار عمليات الاقتحام لباحات المسجد الأقصى المبارك. نحن نتحدث عن منع الرجال الفلسطينيين ومن هم أعلى من سن 35 من الدخول للمسجد الأقصى المبارك، عفوا من هم دون سن 35 من الدخول للمسجد الأقصى المبارك. هذه الإجراءات بالتزامن مع اقتحام لعشرات المستوطنين بحماية شرطية إسرائيلية. هذا يعني أن الاحتلال يسعى للسيطرة على ما يسموه هم في أبجدياتهم وعقيدتهم أنه جبل الهيكل، وهو المسجد الأقصى المبارك الذي يحاول الاحتلال الآن أن يسيطر ويهيمن عليه ضمن الخطة الأمريكية الإسرائيلية التي جاءت على وقع نقل السفارة الإسرائيلية الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وكذلك انتظار إعلان يهودية الدولة ومباركته من قبل دونالد ترامب على وشك الانتخابات الأمريكية. لذلك الآن حالة البلطجة الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة في المسجد الأقصى المبارك ليست عبثية وليست أنها صدفة، هي ممنهجة ومتبعة من قبل المستوى السياسي في إسرائيل كي تترسم ملامح المرحلة المقبلة ضمن صفقة القرن. في هذا السياق وبتزامن مع ورود أنباء بشأن وزير الزراعة الصهيوني الذي كان على رأس المقتحمين للمسجد الأقصى صبيحة عيد الأضحى، إلى أي مدى تجري فعليا محاولات لتقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا أيضا؟ المسجد الأقصى المبارك نستطيع القول أن الإسرائيلي سيطر عليه بكل ما تحمله الكلمة من معنى. صحيح أن هناك انتصار للفلسطينيين في رفض البوابات الإلكترونية التي كانت قوات الاحتلال قد حاولت سرعها في 2017، إلا أنه الواقع الآن أن المستوى السياسي الإسرائيلي، أعلى مستوى سياسي إسرائيلي الآن، يسيطر على محاولات السيطرة والهيمنة على المسجد الأقصى المبارك من خلال التقسيم الزماني والمكاني ومن خلال منع الفلسطينيين. نحن نرى في شهر رمضان المبارك أن التشديد الأمني وصل إلى ذروة عالية جدا في المنع للفلسطينيين، بينما حاول الاحتلال أن يدخل المستوطنين للاقتحام. حتى صباح عيد الأضحى المبارك كان يحاول الإسرائيلي أن يركز أن المستوطن هو الذي يحق له أن يدخل المسجد الأقصى المبارك. هذا يعني أنه يستغل الآن خيمة الصمت العربي وخيمة التجاهل الدولي، وأيضا يستغل عربدته على الساحة الفلسطينية والهيمنة التي سعى لها دونالد ترامب ضمن صفقة القرن والتي بات لها مطبعين ومروضين في الأنظمة العربية الحاكمة بالنار والحديد. بالمقابل ردت الرئاسة الفلسطينية بأن المسجد الأقصى خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقا، كيف يبدو أداء السلطة الفلسطينية في تنفيذ تهديداتها المتكررة؟
من يقول أن المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة وقضية فلسطين خط أحمر، عليه أن يحرك أفراده لمقاومة الاحتلال، عليه أن يوقف التنسيق الأمني، عليه أن يعود يدعو لمصالحة وطنية فلسطينية شاملة، عليه أن يعود للعمق العربي والإسلامي والنضالي والكفاحي، عليه أن يعزز نظرية المقاومة ويعزز فكرة المقاومة ويدعم صمود المقاومين. هذا نستطيع القول أنه ما يكتبه في بيانات يطبق فعلا على أرض الواقع. الشعب الفلسطيني لا يريد التنسيق الأمني، لا يريد اتفاقية أوسلو، لا يريد إهانة الشهداء وإهانة الأسرى، لا يريد ضياع القدس، ويريد مقاومة والتفاف ومصالحة ووحدة وطنية أساسها مقاومة الاحتلال ودحره وعدم التعاون معه. الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد أعلن قبل بضعة أيام إلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، كيف يمكن إذن مواجهة الانتهاكات المتواصلة بعد هذه الخطوة؟ هذه الاتفاقيات التي يتحدث عنها الكثيرون هي أصلا ملغاة من قبل الإسرائيليين منذ أن وقعت اتفاقية أوسلو. اتفاقية أوسلو سيدتي هي عبارة عن مرحلة مؤقتة بحسب المواثيق الدولية ليتم هناك إقامة الدولة الفلسطينية. منذ توقيع اتفاقية أوسلو الإسرائيلي دفن هذه الاتفاقية تحت جنازير الدبابات التي قتلت هدى غالية وقتلت إيمان حجو في 2000، وكذلك تقتل وتقتل يوميا في كل مناطق فلسطين. لذلك لا يريد الشعب الفلسطيني أن يسمع مسؤول هنا ومسؤول هناك لأنه لغى الاتفاقيات على الورق، بينما التنسيق الأمني مستمر، بينما حالة عدم التكاتف مستمرة، بينما حالة عدم دعم المقاومة مستمرة. نحن بحاجة إلى وقائع وأفعال ليس إلى بيانات. هل حرم الشعب الفلسطيني من البيانات التي لا تكتب حتى بحبر منطقي وواقعي؟ الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق، كنت معنا عبر الهاتف من الضفة الغربية.